السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا اليوم غادي نحاولوا نكملوا الامتحان الوطني الدورة العادية 2019. وصلنا دابا ليكزيرسيس او المسألة، واضح؟ دونك عندنا هذه المسألة، هذه لا بارتي الاولى. دونك فيها دراسة الدالة اللي كتساوي اكس بلس ان دومي موان ln دو اكس بلس ان دومي ln دو اكس كاري. دونك قال لك اسيدي، المهم هادو الاسئله، واحد جوج ثلاثة اربعه، المهم جوسكا ايسي. دونك غير باش تاخدو لي زيكزارسيس يمكن لكم تحبسوا الفيديو وتجاوبوا على التمارين، ومن بعد تشوفوا لا كوريكسيون. واضح؟ دونك نبداو بالتصحيح على بركه الله. دونك نبداو بالسؤال الاول. اولا قال لك اسيدي، احسب ليميت ديال اف دو اكس عندما يؤول اكس الى 0 بلس، او عندما يؤول x الى 0 بلس، عند يمين الزيرو. دونك ليميت عندما يؤول x الى 0 زائد ديال f دو x اش كتساوي؟ يا اما كندير لها 0 بلس، يا اما كندير على هاد الشكل، هاد السامبل هذا، يعني عندما يؤول x الى 0 بحيث x اكبر من الزيرو. واضح؟ دونك هي ليميت عندما يؤول x الى 0 بلس. نعوض بالداله، هي ان دومي x بلس ان دومي موان ln دو x زائد على جوج ln ديال x لو تو مربع. اش كتساوي الا عوضت اكس بزيرو؟ دونك هنا غيمشي هاد اكس، غيمشي ديال زيرو، ان دومي غتبقى فيكس، موان ln دو اكس في الزيرو بلس كيمشي لموان لانفيني، مع هاد الموان غادي يمشي لبلس لانفيني، ln دو اكس كما قلنا في الزيرو بلس كيمشي لموان لانفيني، مع او كاري غتمشي بلس لانفيني، يعني بلس لانفيني مع هاد ان دومي سي بلس لانفيني، مع هاد الزيرو هذا سي بلس لانفيني. واضح؟ دونك غتعطينا ديريكتومون اللي هي بلس لانفيني. واضح؟ لان ليميت عندما يؤول x ديال موان ln دو x كيمشي لزائد ما لا نهاية عندما يؤول x إلى 0 بلس، و ليميت عندما يؤول x إلى 0 بلس ديال ln دو x أو كاري كيمشي لزائد ما لا نهاية. واضح؟ حيتاش ليميت ديال ln في الزيرو كيف ما قلنا كيمشي لموان لانفيني، مع هاد الموان تولي بلس انفيني، و ln كيف ما قلنا تا هو غيمشي دابا هنا غتمشي لموان لانفيني، موان لانفيني أو استثناء كتمشي بلس لانفيني. واضح؟ أو بلس لانفيني زائد بلس لانفيني زائد أن دومي زائد زيرو، دونك غتمشي بلس لانفيني. واضح الشباب؟ دونك ندوزو دابا السؤال اللي من بعد، اللي هو تحقق أن لكل إكس إف دو إكس كتساوي هاد العجب. دونك لدينا إف دو إكس أش كتساوي؟ هي إكس زائد أن دومي موان ln دو x بلس ان دومي ln دو x مربع. قال لك اسيدي بين ان اف دو x كتساوي العجب هذا. شنو دونك عندي انا x زائد واحد، هي كاينه ماشي مشكل، نعاود نكتبها، ولكن هنا عندي معملين بالالين، اجي نعمل بالالين هنايا. بون ندير زائد ln دو x عامل لاش. دونك الا عملت بالالين دو x هنا ln او كاري، يعني ln فوال ln فوا ان دومي، يعني نكتبها هي ان دومي ln دو اكس. واضح؟ موان ln دو اكس عملت بها تبقى ليا موان زان ديريكتومون. واضح الشباب؟ هاي دوكا انا يعني لقيتها اكزاكتومون لدينا، وبالتالي صافي الشباب. دونك هي 0.25 بكل سهولة. واضح؟ دونك هذا باء، هذا الف. ندوزو دابا لباء. باء قاليك اسيدي استنتج ان ليميت في بلس انفيني كتساوي بلس انفيني ديال اف. دونك ليميت في بلس انفيني ديال اف دو اكس اش كتساوي؟ راه لا ريداكسيون ما كنديرش هكا في الامتحان الوطني، راه كندير اكس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه. واضح الشباب؟ ما كنديرش هكا، ما عليناش. دونك ليميت ديال اف دو اكس هي ليميت، هاد حنا دابا في هذا السؤال اللي من قبل كتبنا اف على هذا الشكل هذا، او على هذا الشكل هذا. واضح؟ دونك قال لك استنتج، يعني غتستنتج غير من السؤال اللي من قبل، يعني غير من هاد اف هادي. دونك نكتبها، هي ليميت في زائد ما لا نهايه ديال اش، اكس زائد واحد زائد ان دومي بلس ln دو اكس عامل لي ان دومي ln دو اكس ناقص واحد. واضح؟ دونك اجي نحسبوا الليميت في بلس لانفيني، اكس غيمشي لبلس لانفيني، ان دومي غتبقى في اكس، ln دو اكس بلس لانفيني كيمشي لبلس لانفيني، ln دو اكس كيمشي لبلس لانفيني ناقص واحد غتمشي بلس لانفيني، عندي هذا الشيء كامل اللي كاين في وسط الاقواس غيمشي لبلس لانفيني. واضح؟ وبلس لانفيني مضروبه في بلس لانفيني غتمشي لبلس لانفيني،
ما هاد اكس كتمشي بلس انفيني، بلس انفيني يعني كامله هاد العجبه هذا كيمشي بلس انفيني، واضح؟ دونك وبالتالي ليميت ديال اف دو اكس في زائد ما لا نهايه كيمشي لزائد ما لا نهايه، يعني داكشي يطلبوا منا حنا تحقق، واضح؟ ولكن كندير لا جوستيفيكاسيون، لان ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال ln دو اكس كيساوي زائد ما لا نهايه، و ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه كنكتبها شي فوسط الاقواس ياك، ديال ان دومي ln دو اكس ناقص واحد كتساوي زائد ما لا نهايه، والجداء ديال هادو كيساوي زائد ما لا نهايه، مع هاد اكس كتمشي لزائد ما لا نهايه، يعني اف كامله كتمشي لزائد ما لا نهايه، واضح الشباب؟ هنا نكتب الليميت في بليس عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال اف دو اكس كيساوي زائد ما لا نهايه، واضح؟ بون ندوزو السؤال جيم، يعني بين ان لكل اكس من المجال 0 بليس انفيني ان هاد العجب هذا كيساوي هادشي. دونك اجي نشوفوها معايا، اشنو عندنا؟ ln ديال اكس او كاري كيس على اكس كيساوي 4 ديال هاد العجب هذا، شنو غادي ندير؟ يا اما نبدا من هادي ونوصل لهادي، ولا نبدا من هادي ونوصل لهادي، واضح؟ اجي نبداو من هادي، من هاد الكوتي هادي. دونك لدينا 4 عامل ln ديال الجذر مربع اكس على جذر مربع اكس على الكل استثنان، اش كتساوي؟ اش غتساوي الشباب؟ دونك هي ln ديال اش؟ ديال جذر مربع اكس شنو هو؟ هو اكس على بويسونس ان دومي، ياك؟ جذر مربع اكس هو اكس على اس واحد على جوج، ياك؟ و جذر مربع اكس نخليها ماشي مشكل، ولكن حنا راه خدامين في 0 بلس انفيني، ياك؟ يعني اكس بوزيتيف، غادي نشوفو علاش، على كل اس اثنان، واضح؟ دونك اش غتساوي؟ تساوي تحت تساوي 4 عامل، نخلي هاد اس اثنان تا من بعد وغادي نشوفو كيفاش. كما قلنا ال ln ديال اكس اس واحد ان كيخرج داك البويسونس كيخرج على برا كيولي كفاكتور، ياك؟ يعني دوك غتخرج ليا ديك ان دومي مضروبة في الالين ديال اش ديال اكس، واضح؟ على الكل سي اثنان. دونك هنا يمكن لي ندخل هاد اللي سميتو هاد المربع، دونك كتولي 4 فاكتور، دونك هنا ان دومي غتنزل دول تحت، ياك؟ غتنزل دول تحت، دونك كتولي دو الكل اس اثنان، يعني الالين غتكون الالين فوق هي الالين دو اكس او كاري، لتحت غتكون جوج، وجوج اس اثنان ديال هاد المربع هذا تولي هي 4، وجذر مربع اكس اس اثنان يعطيني هي لا فالور ابسولو ديال اكس، ياك؟ وعندنا اكس لاش كينتمي؟ كينتمي للمجال 0 زائد ما لا نهايه، ياك؟ يعني ان اكس موجب قطعا، ياك؟ يعني ان القيمه المطلقه ديال اكس كتساوي اكس، واضح الشباب؟ دونك يمكن لي نحيد لا فالور ابسولو بدون اشكال، واضح؟ دونك ومنه غتختز لي دابا هاد 4 مع هاد 4 اش غتساوي؟ هي الين ديال اكس اس اثنان على اكس، حيت القيمة المطلقة ديالك كتساوي اكس، وبالتالي 4 الين ديال جذر مربع اكس سيو جذر مربع اكس على الكل اس اثنان كيساوي الين مربع على اكس، واضح الشباب؟ دونك من هو توصلت لداكشي اللي طلبوا مني، واضح؟ الين كاري على اكس كيساوي الين، ما عليناش. ثم قال لك سيدي استنتج ان الليميت في بلس انفيني ديال الين دو اكس سور اكس او كاري، دونك الين كاري سور اكس كيساوي زيرو عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه. وبانه دونك استنتاج، الاستنتاج سيدي قال لك استنتج ان الليميت ديال الين ديال هذا العجب هذا كيساوي زيرو، دونك بما ان الين دونك بما ان الالين ديال اكس اس اثنان على اكس كيساوي 4 هذا العجب هذا، دونك فان الليميت ديال هذا في بلس انفيني كيساوي الليميت ديال هذا. دونك لدينا جونكتبو هنا، دونك لدينا 4 عامل الين ديال جذر مربع اكس سيغ جذر مربع اكس الكل اس اثنان كيساوي هو الين ديال اكس اس اثنان على اكس، فإن ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية، عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال أش؟ ديال ألين ديال إكس أس اثنان على إكس، أش كيساوي؟
دونك ليميت ديال هادي كتساوي ليميت ديال هادي. دونك كتبوها، هي ليميت عندما يو اكس الى زائد ما لا نهايه ديال الين جذر مربع اكس سيغ جذر مربع اكس الكل استثناء. واضح؟ واضح يا شباب؟ هنا الكل استثناء، الكل هنا 1 4. واضح؟ دونك ما عليناش. دونك كيف ما كنعرفوا الشباب شنو هي، شنو هما النهايه الاعتياديه ديال الالين في بلس انفيني. دونك الا وضعنا هاد الراسين دو اكس واحد غونت اكس، دونك سواء وضعنا واحد راسين دو اكس كيساوي غونت اكس، فان ليميت، فان عندما يؤولي جذر، اسمحوا لي، عندما يؤولي بتيت اكس الى زائد ما النهايه فان غونت اكس يؤول الى زائد ما النهايه. يعني سواء ندير تغيير متغير سواء ما نديروش، ما عنديش مشكل ياك. غير حيت دابا تغيير المتغير ما كاينش في البروغرام، ما عليناش. دونك كما قلنا النهايه الاعتياديه كاين الان ديال اكس سور اكس، عندما يؤول اكس الى زائد ما النهايه فان هذه النهايه اللي كتساوي ديريكتومون زيرو. واضح الشباب؟ دونك هنا كيف ما الى عوضنا دونك بلاصه اكس كاين الغاسين دو اكس، والغاسين دو اكس عندما يؤول اكس الى زيرو الى زائد ما النهايه فان الراسين دو اكس يؤول الى زائد ما النهايه. ما عنديش فيه مشكل، يعني نفس العدد كاين الفوق وكاين التحت بحال هنا اكس على اكس. واضح؟ دونك وبالتالي فان الليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما النهايه ديال اش ديال 4 الين ديال غاسين دو اكس سيغ غاسين دو اكس الكل استثنان اش كيساوي؟ هادي كتمشي للزيرو دابخي القاعده، دابخي النهايه الاعتياديه. دونك هذا كيمشي للزيرو واستثنان كيمشي للزيرو مضروبه في 4 كيمشي للزيرو، 4 في زيرو يعني زيرو. واضح؟ وبالتالي لأن ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية ديال ألين ديال جذر مربع إكس سيغ جذر مربع إكس كيساوي زيرو. واضح؟ دونك وبالتالي فإن ليميت، حنا شنو بغينا أصلا؟ بغينا ليميت ديال ألين دو إكس أستثنان على إكس كيساوي زيرو. واضح؟ دونك هنا خصني ندير واحد اللق، سوا ندير اللق سوا ما نديروش، ماشي مشكل. واضح الشباب؟ دونك هاني توصلت لذاك النهاية اللي طلبوا مني. دونك ندوزو السؤال اللي من بعد، هو دال قال لك اسيدي بين ان المنحنى سي يقبل فرعا شجميا بجوار زائد ما النهاية تجاهه المقارب المستقيم دلتا الذي معادلته إكغيك تساوي إكس. دونك هنا ما كتبناهاش إكغيك يساوي إكس. واضح الشباب؟ دونك شنو كنعنيو ملي كيقول لك المعادلة ديالو هو إكغيك تساوي إكس أو مقارب دو المعادلة؟ بون يعني ان كنمشي نحسب الليميت ديال اف دو اكس سوغ اكس وكنحسب شنو كتساوي ليا. دونك دال، دونك اول حاجه دونك حسبنا الليميت في بلس لانفيني ديال اف دو اكس، لقيناها شحال كتساوي؟ لقينا دابخي الاسئله السابقه ان الليميت في بلس لانفيني كتعطيني بلس لانفيني. دونك لدينا و ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال اف دو اكس سوغ اكس. دونك كنحسبها اش كتساوي؟ هادي اف دو اكس سوغ اكس راه كتعطيني واحد، هاديك حاجة طبيعية حيت مهما قال لك اسيدي احسب اف دو اي المقارب دو المعادلة اكري كتساوي اكس، يعني اف دو اكس موا اكس خصو يعطيني الليميت ديالو بلوس لانفيني. واضح؟ دونك غادي نشوفو كيفاش. دونك الليميت اف دو اكس سوغ اكس غتعطيني هي اكس سوغ اكس زائد واحد على جوج اكس ناقص ln دو x سيغ x زائد ln دو x مربع سيغ x. واضح؟ ممكن واحد ان دومي، هنا كاين ان دومي. واضح؟ يعني قسمت f دو x على x. كيف ما كنعرفو ان f دو x كتساوي اللي هي x زائد ان دومي زائد ناقص ln دو x زائد واحد على جوج ln كاري دو x، ياك؟ قسمتها على x، قسمت كامل هاد الحدود هادو على x. واضح؟ دونك اذا ليميت عندما يؤول x الى زائد ما لا نهايه ديال f دو x سوغ x اش غتساوي؟ x على x اللي هي واحد زائد هاد العجب هذا 1 سوغ جوج x ناقص ln دو x سوغ x زائد ln دو x سوغ x او كاري مضروبه في واحد ان دومي على برا. واضح الشباب؟ دونك تلقى من الاسئله السابقه الالين ديال اكس او كاري على اكس، هيا لقينا الليميت ديالها في بلس لانفيني عطاتنا كتساوي زيرو. دونك هاد الحد هذا كيمشي لزيرو
نضربها في هاد ان دومي دونك كيمشي كامل لزيرو ياك هاد لا بارتي هادي ال ان دو اكس سور اكس كيف ما كنعرفوا هادي معروفه ان ال ان دو اكس ديال على اكس بلس انفيني كيعطينا زيرو هي دونك هادي تاهي غادي تمشي لزيرو و ان سور دو اكس دونك الا كان اكس كيمشي لزائد ما نهايه يعني واحد على الانفيني يعني غيمشي لزيرو واضح دونك هذا الحد هذا مع هذا الحد مع هذا الحد كلهم كيمشيو لزيرو واضح دونك غيبقى ليا واحد دونك ومنه فان الليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال اف دو اكس على اكس اش كتساوي اكزاكتومون واحد مفهوم دونك الا كان الليميت ديال اف دو اكس على اكس في بلس انفيني كيعطيني واحد شنو كندير من بعد كنمشي نحسب الليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال اف دو اكس موان اكس اش غتساوي موان ا اكس هنا ا هو واحد واضح ولكن الشباب دابا هنا شوفوا معايا هادي درتها هنا غير بوغ لا فيريفيكاسيون ولكن في السؤال باش تجاوبو ديريكت غتمشي ديريكت دير اف دو اكس موان اكس موان داك دلتا موان داك المعادله ديال داك دلتا داك المقارب واضح ديريكتومون كندير اف دو اكس موان ناقص المعادله ديال المستقيم دونك هاد اي كيساوي دلتا دونك هاد دلتا اللي المعادله ديال اي كتساوي اكس ياك يعني كندير اف دو اكس ناقص اكس كون عطاونا هنا جوج اكس زائد واحد كندير ناقص جوج اكس ناقص واحد مفهوم الشباب ما عيناش هادي دابا درتها هنا غير باش بوغ لا فيريفيكاسيون دابا هذا راه ماشي الجواب واضح غير باش نفيريفيو كون راه هذاك هنا المعامل ديال هاد اكس راه هو واحد واضح دونك هاد الجواب هو من هنا كيبدا الجواب ديال السؤال ديالنا واضح دونك اش غندير هي الليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال اش ديال اكس زائد ان دومي ناقص ln دو اكس زائد ln دو اكس اسي 2 على جوج اكس واضح هاد جوج اكس هادي عرفتوها من جات ياك يعني هاديك ان دومي اللي كان على برا ما كاينش هنا اكس سمحوا لي كاين ان دومي ln كاري ديال اكس ناقص هاد اكس هادي ها هي ناقص هاد اكس دونك هاد ناقص اكس مع هاد زائد اكس غتختزل ليا اش غيبقى دونك هي ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه سمحوا لي خص تكون تساوي تحت تساوي باش يكون داكشي منظم في ورقه التحرير دونك اش غيبقى ليا هي ان دومي موان ln دو اكس بلس ln ديال اكس الكل اسي 2 دونك ندير هنا ان دومي واضح ما عليناش كيف ما كتشوفوا الشباب النهايه نحسبها هادي ليميت في بلس لانفيني باش نوضحوها مزيان ماشي مشكل نجيو نوضحوها كيف ما درنا في السؤال ديال عندما منين حسبنا الليميت في زائد مانيا دونك كتبقى ان دومي على برا عندي في زائد نعمل بالالين واضح هاني يعني عملت بالالين شنو يبقى ليا اللي هي ان دومي الين دو اكس هنا عملت بالالين غتبقى ليا ناقص واحد واضح دونك هنا غتبان ليا الليميت المهم غتبان ليا بانها راها واضحه دونك الليميت ديال الين كيمشي لبلوس لانفيني الالين ديال اكس بلوس لانفيني ناقص هاد واحد دونك غيمشي لبلوس لانفيني يعني هادشي اللي في وسط الاقواس كيمشي لبلوس لانفيني بلوس لانفيني مضروبه في بلوس لانفيني تعطيني زائد ما لا نهايه واضح مع ان دومي دونك راه زائد ما لا نهايه دونك كتساوي ديريكتومون زائد ما لا نهايه واضح يعني داكشي فيما قلنا لكم بان راه اف دو اكس موا اكس خص تعطيني ليميت في لانفيني خص تعطيني لانفيني باش يكون واحد الفرع على الجميع واضح دونك علاش لان ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال ال ان دو اكس كيساوي زائد ما لا نهايه و ليميت عندما يؤول اكس الى زائد ما لا نهايه ديال اش ديال ان دومي ال ان دو اكس ناقص واحد كيساوي زائد ما لا نهايه واضح الشباب دونك ومنه نكتبها باش تبان لي شي شويه مزيان يعني باش نوضحها يعني المصحح ان اف دو اكس موان اكس كتساوي زائد ما يعني فهم الشباب وبالتالي المنحى السد اف يقبل فرع شلجمي تجاهه المقارب ذو المعادلة أو المقارب المستقيم ذو المعادلة دلتا للمعادلة اللي كتساوي إكغيك كتساوي إكس واضح الشباب دونك هنا راه سماوه دلتا غير هنا ما سميناهاش دونك راه سماوه دلتا مفهوم دونك ندوزو دابا السؤال اللي من بعد هو ثالثا قال لك سيدي بين أن لكل إكس من زيرو واحد إكس مهم هاد هاد لي غاليتي واضح ما عندناش
ثالثا ألف، لنبين أن مهما يكون إكس ينتمي إلى زيرو واحد، إكس ناقص واحد زائد ألان دو إكس أصغر أو يساوي زيرو. واضح؟ دونك شنو عندنا الشباب؟ دونك لدينا إذا كان إكس ينتمي إلى زيرو واحد، ياك؟ إذا كان إكس ينتمي إلى زيرو واحد، هذا شنو كيعني؟ أن إكس محصور قطعا ما بين الزيرو وأصغر أو يساوي واحد، ياك؟ دونك إلا نقصت واحد من إكس، دونك إكس ناقص واحد يكون أصغر أو يساوي زيرو، واضح؟ وأكبر قطعا من ناقص واحد، ما عنديش مشكل، يعني غيكبر أكبر قطعا من زيرو. المهم ما عليناش، حنا بغينا غير هاد الطرف، هذا الطرف على اليمين، حيتاش بغينا نبينو بأنها أصغر من الزيرو، واضح؟ دونك هاني بينت بأنها أصغر من الزيرو، غير إكس ناقص واحد ها هو أصغر من الزيرو، وعندي الآلين، ولدينا الآلين مهما يكون إكس ينتمي إلى زيرو واحد، الآلين ديال إكس راه أصغر من الزيرو، واضحة الشباب؟ هذه الشباب راه قاعدة، ياك؟ كيف ما كنعرفوا أن الآلين راه معروفة الشباب، الآلين ندير على هذا الشكل هذا، هذه البوان أن يعني ما بين زيرو وواحد، فإن الآلين كيكون أصغر من الزيرو، ومن وأكبر من واحد كيكون أكبر من الزيرو، دونك هذا هو الآلين دو إكس، واضح؟ إذا فإن عندي بأن إكس ناقص واحد أصغر من الزيرو، ياك؟ وإلا زدت ليه إلين دو إكس، حيتاش إلين دو إكس أصغر من الزيرو، دونك غيبقى أصغر من الزيرو، دونك مهما يكون إكس ينتمي إلى زيرو واحد، واضح الشباب؟ دونك هاني مونطريت هاد الإعجاب، دونك ندوزو للسؤال اللي من بعد، أو نفس السؤال، دونك وبين وأن لكل إكس من واحد زائد ما لا نهاية فإن إكس ناقص واحد أكبر من زيرو، المهم معليناش. دونك هذا الاستنتاج الاول او البرهان الاول، ولدينا الا كان اكس مهما يكون اكس ينتمي الى واحد زائد ما لا نهايه، فان يكافي ان اكس اكبر او يساوي واحد، يكافي ان اكس ناقص واحد، اذا نقصت واحد من الطرف نقص واحد من الطرف اتولي اكبر او يساوي زيرو، واضح؟ دونك يكافي، وكيف ما دونك اسمحوا لي، ونعلم ان الالين ملي كيكون اكس اكبر من واحد كيكون الالين اكبر من الزيرو، كيكون فوق محور الافاصيل، واضح؟ يعني الالين نعلم ان مهما يكون اكس اكبر او يساوي واحد، الالين ديال اكس كيكون اكبر او يساوي زيرو، ياك الشباب؟ دونك اكس ناقص واحد اكبر من الزيرو، الالين دو اكس اكبر من الزيرو، فان المجموع ديالهم كيبقى اكبر من الزيرو، اذا مهما يكون إكس ينتمي إلى واحد زائد ما لا نهاية، دونك أكبر قطع أكبر أو يساوي واحد، أو إكس ينتمي إلى واحد زائد ما لا نهاية، راه بحال بحال، ياك؟ دونك فإن المجموع ديال إكس ناقص واحد زائد الألين دو إكس كيبقى أكبر أو يساوي زيرو، مفهوم الشباب؟ دونك هاني مونطريت هادي دو زينيكاليتي، واضح؟ دونك هادو غينفعونا من بعد. احنا في هذا السؤال هذا قال لك بين ان ليكون اكس اف بريم، دونك الاشتقاق، دونك ها انتم كتبتوا، دونك اكس ناقص واحد زائد ان دو اكس راه هي احنا دابا لقيناها، ما عليناش غادي نحتاجوها في جدول التغيرات، دونك باء باء حساب الاشتقاق، دونك لدينا اول حاجه كنديرها اف كنكتب هذه العباره هذه اف قابل للاشتقاق، قابل للاشتقاق على المجال ديال التعريف ديالها اللي هو زيرو بلس زيرو بلس لانفيني، ياك؟ لأنها مجموع دوال قابل للاشتقاق، ياك؟ هاد العبارة هادي راه ماشي ديما كنكتبها، ماشي نفس العبارة، كتغير على حسب الدالة، حيتاش الدالة عندنا كاش كتساوي؟ هي إكس زائد أن دومي ناقص ألين دو إكس زائد أن دومي ألين كاري ديال إكس، ياك؟ هاد الدالة إف عبارة عن مجموع ديال دوال اللي قابل للإشتقاق، دونك علاش كتبنا هنايا؟ لأنها مجموع دوال قابل للإشتقاق في إي في هاد المجال ديال التعريف ديالها، واضح؟ دونك إذا إف بريم، دونك مهما يكون إكس ينتمي إلى زيرو بلس لانفيني،
دونك اف بريم دو اكس اش كيساوي؟ نكتب الدالة هي اكس زائد واحد على جوج ناقص ln دو اكس زائد ان دومي ln دو اكس مربع بريم. واضح المشتقة. دونك نحسب اشتقاق. الاشتقاق ديال المجموع هو المجموع ديال الاشتقاقات ياك. دونك الاشتقاق ديال هادي زائد الاشتقاق ديال هادي ما عليناش. دونك الاشتقاق ديال اكس شنو هو؟ واحد زائد الاشتقاق ديال ان دومي هو زيرو ناقص الاشتقاق ديال ان هو ان سيغ اكس. الاشتقاق ديال هادي دونك كتبقى ان دومي على برا ك كاسكالير او كفاكتور. دونك ان كاري عبارة عن اف على بيسونس ان. اف على بيسونس ان المشتقة ديالها شنو هي؟ كنزل بويسونس اللي هي ان فوا اف على بويسونس ان موانز ان نقص واحد من البويسونس وكنضرب في اف بريم. مفهوم؟ دونك كنزلها دو دونك كتولي هي دو في الين اس جوج ناقص واحد هي الين دو اكس مضروبة في المشتقة ديال الالين اللي هي ان سوغ اكس. دونك غتقسم لي على اكس. واضحة الشباب؟ دونك كيف ما كنشوفو هاد الدو غتختز لي مع هاد دو غتبقى ليا دونك غتعجب ln دو اكس سوغ اكس. دونك اش غتساوي؟ دونك واحد دونك المقام الموحد اللي هو اكس. دونك نعمل دوك انا نوحد المقام باكس. دونك هنا هاد واحد هي خص ندخلها باش ندخلها غنضرب في اكس ونقسم على اكس. دونك كتولي اكس ناقص هاد واحد هادي زائد ln دو اكس. مفهوم؟ دونك ومنه اف بريم دو اكس هادشي اللي كتساوي لي. دونك هاني مونطريت ان اف بريم كتساوي داكشي اللي طلبو. واضح؟ دونك اسيدي قال لك ضع جدول التغيرات ديال الداله اف جيم. دونك جيم جدول التغيرات باش كنعرف ان هاد الداله هادي كيفاش كنرسم هذاك جدول التغيرات. هو كنعرف الاشاره ديال اف بريم ياك. دونك الا كانت بوزيتيف اف تزايديه، كانت نيجاتيف اف تناقصيه. باش نعرف هاد اف بريم انا كيفاش دايره، دونك عندي ان اكس اكبر من زيرو مهما يكون اكس اكبر من زيرو ياك. اكس ينتمي المجموعة التعريف هي زيرو زائد ما نهاية. دونك اكس اللي كاين في المقام ما عنديش فيه مشكل، يعني غيبقى موجب. مفهوم؟ يعني اصلا انا خدام غير في زيرو زائد ما نهاية. واضح؟ دونك عندي المشكل انا غير في اكس ناقص واحد زائد الين دو اكس ياك. خصني نعرفها كيفاش دايره في زيرو بلس لانفيني. ولكن في السؤال اللي من قبل جينا مونطرينا شي حاجه، عاونونا في شي اسئله، عاونونا في واحد. دونك هذيك زيرو زائد ما نهاية تقسمات على جوج. دونك كاين ما بين واحد زائد ما نهاية، عرفنا بان اكس ناقص واحد زائد الين دو اكس اللي هي هادي، اللي هي هادي انها اكبر من الزيرو. وفي المجال زيرو واحد اكس ناقص واحد زائد الين دو اكس اصغر من الزيرو. واضح؟ دونك هنا راه نيجاتيف في المجال زيرو واحد وبوزيتيف في واحد بلس انفيني. دونك لدينا ولا حسب الاسئلة السابقة ان مهما يكون اكس ينتمي الى زيرو واحد، فان هاد لابارتي الفوقانية اللي هي اكس ناقص واحد زائد الين دو اكس اصغر او يساوي زيرو. واضح؟ دونك هذا هو اولا. ونعلم ان مهما يكون اكس ينتمي الى واحد زائد ما لا نهاية، فان اكس ناقص واحد زائد الين دو اكس اكبر او يساوي زيرو. مفهوم الشباب؟ دونك هاد دو بارتي. دونك وكيف ما قلنا ان المقام اكس اكبر قطعة من الزيرو او اكبر، المهم اكبر قطعة من الزيرو بطبيعة الحال. دونك الاشارة ديال اف بريم هي اشارة هادشي اللي كاين الفوق. واضح؟ والاشارات حنا عرفناهم في هاد المجالات. دونك الا كان هذا الا كان هذا موجب فان اف بريم موجبة، و الا كان هذا سالب دونك اف بريم راها سالبة. واضح؟ دونك بما ان في المجال زيرو واحد هذه اكس ناقص واحد زائد الين دو اكس اصغر من الزيرو، فان اف بريم اصغر من الزيرو. واذا كانت بوزيتيف في هذا المجال وموجبه في واحد زائد ما نهايه، يعني ان اف بريم تهي راها تزايد موجبه. واضح الشباب؟ دونك وبالتالي نكتبوها ونعلم ان اشاره اف بريم هي إشارة إكس ناقص واحد زائد ألين دو إكس. واضح الشباب؟ إذن مهما يكون إكس ينتمي إلى زيرو واحد، فإن إف بريم دو إكس أصغر أو يساوي الزيرو. ومهما يكون إكس ينتمي إلى المجال
واحد زائد ما لا نهاية، فإن f بريم دو إكس أكبر أو يساوي زيرو. واضح الشباب؟ مونش دول التغيرات، جدول التغيرات كيف ما كنعرفو أنها أول حاجة كنكتب إكس هنا، هنا f بريم، هنا f، واضح؟ هنا كنكتب لي بوغن، يعني لي بوغن المجموعة التعريف، عندي مجموعة التعريف اللي هي زيرو زائد ما لا نهاية، عندي واحد البوان اللي هي واحد، دونك واحد هي النقطة ديال التغير ديال الدالة، عندي اف بريم في هذا المجال هذا، دونك الى عوض كيف ما كنعرفوا ان الى عوض اف بريم بواحد، دونك الين دو واحد تعطيني زيرو، ياك، وواحد ناقص واحد زيرو، زيرو على واحد دونك زيرو، دونك اف بريم كتنعدم في واحد، واضح؟ كيف ما شفنا بان اف بريم في المجال زيرو واحد كتكون سالبة، وفي المجال زائد ما لا نهاية واحد زائد ما لا نهاية اف بريم راها موجبة، واضح الشباب؟ دونك يعني اف غتكون تناقصية قطعا على المجال زيرو واحد، وتزايدية قطعا على المجال واحد بيس لانفيني. ليميت ديال اف في زائد ما لا نهاية عطاتنا انها كتساوي زائد ما لا نهاية، والليميت في الزيرو عطاتنا انها كتساوي، شوفوا اش كتساوي هنايا، دونك كتساوي زائد ما لا نهاية. واضح الشباب؟ دونك في هاد واحد هادي يكفي انني نحسب اف دو واحد، وعادي جدا نحسب اف دو واحد، يعني غير الصورة ياك الشباب. دونك حيتاش عندي النقطة واحد يعني تنتمي الى مجال التعريف، يعني معرفة، الدالة اف معرفة، نحسب اف دو واحد، ولا حسبت اف دو واحد ستعطيني هي واحد زائد ان دومي اللي هي تروا دومي، موا الان ديال واحد اللي هي زيرو، الان ديال واحد اللي هي زيرو، دونك زيرو زيرو، دونك ناطيني تروا دومي، دونك اكزاكتومون تلاتة على جوج في اف دو واحد. واضح الشباب؟ دونك هنا غير لا ليميت في بيس لانفيني عطاتني، عطاتني ليميت في الزيرو عطاتني بيس لانفيني، هنا نسينا مثلا التأويل الهندسي، واضح؟ دونك التأويل الهندسي ليميت في الزيرو زائد يعني عند يمين الزيرو اف كتمشي لزائد ما لا نهاية، يعني كاين واحد المقارب، يعني محور الأراتيب مقارب عمودي بجوار زائد ما لا نهاية، مفهوم؟ يعني السيد اف يعني سي تقبل محور الأراتيب كمقارب، كمقارب باتجاه زائد ما لا نهاية، ياك الشباب؟ يعني إذا كان المعلم على هذا الشكل هذا هنا غتكون اف، واضح؟ يعني عندما يؤول اكس إلى زيرو بلس اف كتمشي لزائد ما لا نهاية، واضح الشباب؟ دونك هادو هما الملامح ديال غادي نشوفو كيفاش نرسمو الدالة. دونك ندوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي هو قال لك اسيدي بين ان اف سكوند كتساوي هاد العجل، ما عليناش، دابا وضعنا جدول التغيرات، دابا نحسبو اف سكوند، نحسبو اف سكوند او نبينوها، ما عليناش. كاتخيمون الف لنبين ان اف، دونك لدينا شنو هي اف سكوند دو اكس، راه هي المشتقة ديال اف بريم، واضح؟ يعني اف سكوند هي اف بريم لو تو بريم، وعندنا هنا اف بريم، دونك بحساب لحساب اف سكوند يكفي ان نحسبو المشتقة ديال هاد اف بريم، دونك اف سكوند دو اكس اش كتساوي؟ كما قلنا اللي هي ديريكتومون نعوض، هي اكس موان زان بلس ال ان دو اكس سيغ اكس، الكل مشتقة ديالو، واضح الشباب؟ دونك يكافي ان اف سكوند دو اكس اش غتساوي؟ دونك داله على الداله المشتقه ديالها اللي هي الداله اللي كاينه في المقام كندير ليها المربع، وكندير المشتقه ديال الفوق مضروبه في هذه، المشتقه ديال الفوق اللي هي اكس هي واحد ناقص واحد زيرو، ال دو اكس هي ان سور اكس، دونك هي واحد زائد واحد على اكس، فاش كنضربها كنضربها في اكس، ناقص كنحط هاد الدالة هادي كما أنزلت اللي هي إكس ناقص واحد زائد ألان دو إكس، وكنضربها في المشتقة ديال التحتانية اللي هي إكس المشتقة ديالو اللي هي واحد، نضربها في واحد، مفهوم؟ بلا ما يحتاج نكتبها، ما عليناش. دونك اش غتساوي؟ دونك المقام غيبقى إكس أس اثنان، دونك غادي نشر هاد إكس تولي اللي هي إكس زائد إكس مضروبة في واحد على إكس اللي غتختزل، دونك غتبقى واحد، مفهوم؟ ناقص إكس ناقص مع ناقص صافي زائد، يعني زائد واحد ناقص ألين دو إكس، واضح الشباب؟ دونك ناقص إكس مع إكس، دونك غتبقى جوج، واحد زائد واحد اللي هي دو، دو موان ألين دو إكس، دونك اللي هي دو ناقص ألين دو إكس سيغ
اكس اس 2، دونك هذه هي المشتقة الثانية ديال الدالة اف. مهما يكون اكس بطبيعة الحال ينتمي الى 0 زائد ما لا نهاية. واضح الشباب؟ دونك حنا مونطرينا هاد الاجابة اللي يطلبوا منا. دونك قال لك اسيدي استنتج ان المنحنى السي يقبل نقطة انعطاف يتم تحديد زوج احداثياتها. دونك شنو هي نقطة انعطاف؟ هي ديك النقطة اللي كتغير فيها الدالة او اللي كتغير فيها اف سكوند الاشارة ديالها. واضح الشباب؟ دونك باش ندرس، دونك خصني نمشي ندرس الاشارة ديال هاد المشتقة الثانية. واضح الشباب؟ دونك باش ندرسها كنمشي نحسب اف سكوند امتى كتساوي زيرو. شنو كندير؟ كندير دونك السؤال هذا سؤال باء، دونك استنتاج نقطة انعطاف. دونك اف سكوند دو اكس كتساوي زيرو يكافئ اف سكوند. باش كتساوي زيرو يكفي ان هاد البسط يكون كيساوي زيرو، ياك؟ حيتاش اكس دونك راه اصلا ديفيرون دو زيرو، فهمتوا الشباب؟ دونك اكس راه اكبر قطعة من الزيرو يعني يخالف الزيرو، مفهوم؟ والمقام اصلا خصو يكون يخالف الزيرو بطبيعة الحال، دونك يعني يكفي ان هاد البسط يكون يساوي زيرو. دونك يكافي ان ln دو اكس كيساوي 2. واضح؟ دونك خصني نمشي نحدد انا القيم ديال اكس، يعني اكس غيساوي هو ليكسبونسيال ديال 2. واضح الشباب؟ دونك في النقطة اكس كيساوي اكسبونسيال 2 اف سكوند دو اكس كيساوي 0. دونك اشنو كندير؟ كنمشي نحسب اف ديال او 2، مفهوم؟ كنمشي نحسب اكسبون اف ديال اكسبونسيال ديال او 2 واش كتساوي لي؟ كنمشي نحسبها اف دو اكس كتساوي هي اكس بلس ان دومي موان ال ان دو اكس بلس ان دومي ال ان ديال اكس مربع. دونك سيتادير ان اف دو او 2 اش غتساوي؟ نحسب نعوض ب او 2 زائد ان دومي موان ال ان ديال او 2 اللي تبقى لي هي 2 بلس ان دومي ال ان ديال او 2 او كاري اللي هي او 4. واضح الشباب؟ دونك او 2 بلس دونك 2 4 1 موان 4 موان 3 دومي بلس او 4 سور 2 او بالاحرى هنا 4، ياك؟ حيتاش الين ديال او 2 الين غيمشي مع ليكسبونسيال غيمشي، دونك 4 4 سور 2، مفهوم؟ 4 سور 2 صافي 2. واضح الشباب؟ دونك موان 2 بلس 2 دونك كتختزها تبقى ليا ان دومي. دونك هي او 2 موان او بالاحرى بلس ان دومي. هذه هي الصوره ديال اف دو او 2، مفهوم؟ دونك كومين هو نقطه الانعطاف اللي هي او 2 اف دو او 2 اللي هي او 2 بلس ان دومي. واضح الشباب؟ دونك هذه هي نقطه ديال الانعطاف. باش نبينوها يكفي اننا نرسم جدول التغيرات او جدول ديال التقعر. دونك كندير هنا اكس، هنا زيرو بلس لانفيني، كندير هنايا اف سكوند وكنشوف الداله كيفاش دايره التقعر ديال الداله. معيناش النقطه ديال اللي كتنعدم فيها اف سكوند اللي هي كما قلنا هي او 2، دونك النقطه ديال اللي كتنعدم فيها اف سكوند، مفهوم؟ دونك باش نعرف ان الداله كيفاش دايره قبل ومن بعد، دونك كنمشي ندرس الاشاره. دونك جوج ناقص ال ان دو اكس من بعد نورمالمون قبل من بعد الجذر كيكون بوزيتيف، ولكن عندي انا جوج ناقص ال ان دو اكس، وهاد جوج ناقص ال ان دو اكس خصني ندرسها، يعني خصني نشوف في المجال زيرو او 2 و او 2 بلس انفيني. واضح؟ وكيف ما كنعرفو في المجال زيرو او 2 فان ال ان دو اكس كيكون اصغر من 2، مفهوم؟ يعني 2 ناقص ln دو اكس غيكون اكبر من الزيرو، يعني غيكون بوزيتيف في هذا المجال، مفهوم الشباب؟ ولكن في المجال او 2 بلس لانفيني ln دو اكس كيكون كبار من 2، مفهوم؟ يعني 2 موان ln دو اكس غيكون انفيريور ا زيرو، مفهوم؟ يعني غيكون نيجاتيف، مفهوم الشباب؟ دونك الداله كي غادي تكون قبل لنا يعني غتكون بوزيتيف كونفكس كونكاف. واضح الحساب؟ دونك هاد النقطة هادي هي نقطة ديال الانعطاف اللي هي غادي اللي هي كتساوي كنمشي نحسب اف دو او 2 اللي عطاتني
E2 plus 1/2 مفهوم الشيء. دونك هاد النقطة نسميوها باغ اكزومبل النقطة A. دونك A ذات الإحداثيات اكسبونسيال 2 اكسبونسيال 2 بلس 1/2 مفهوم الشيء. دونك هذه هي النقطة ديال الانعطاف مفهوم الشباب. دونك ندوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي هو قال لك اسيدي بين ان لكل اكس من هذا العجب هذا ان اف دو اكس ناقص اكس مع اي نجم. دونك السؤال الخامس قال لك اسيدي الف بين ان لكل اكس من هذا الشيء مهم ان اف دو اكس ناقص اكس اش كتساوي؟ نحسبوها نعوض ب اف دو اكس كتساوي هي x plus 1/2 moins ln de x plus 1 sur 2 ln de x au sin 2. واضح الشباب؟ دونك غادي نقص x اذا نقصتها من f غنقصها من هنا. دونك غتختز لي هاد x مع هاد x اش غيبقى اللي هي 1/2 moins ln de x plus 1/2 ln ديال x au sin 2. مفهوم؟ قال لك اسيدي انها كتساوي ان دومي فاكتور لشي عجب. دونك غنحاول نفاكتوريزي بان دومي. دونك نفاكتوريزي بان دومي فهاد العجب كامل اش غتعطيني؟ ان دومي فاكتور عامل ال ان ديال اكس و سي 2 ياك زائد واحد عملت بقى ان دومي زائد او ناقص اتنان ال ان دو اكس. واضح؟ حيتاش الا عملت بان دو الا نشرت بان دومي تختز ليا دو مع دو تبقى ليا موان ان دو اكس اللي هي اكزاكتومون داكشي طلبو مني. سمحوا لي ما كتبانش. دونك كيف ما قلنا ان عملت بان دومي عملت هنا ان دومي تكون فاكتور ال ان ديال اكس اس 2 زائد ان دومي عملت بها تبقى ليا زائد واحد ناقص ال ان جوج ال ان دو اكس حيتاش قلنا كيفاش الا نشرت بال ان نشرت بان دومي دو غتختزل مع دو توقع ليا موان ال ان دو اكس اللي هي اكزاكتومون داكشي. مفهوم الشباب؟ دونك اش غتساوي؟ ان دومي فاكتور ال ان ديال اكس اس 2 ناقص 2 ال ان دو اكس زائد واحد. دونك الا خدينا هاد ال ان دو اكس كوم واحد اكس دونك غتكتب ليها شكل اكس اس 2 ناقص 2 اكس زائد واحد. مفهوم؟ دونك هاد اكس اس 2 ناقص 2 اكس زائد اكس واحد متطابقة هامة ياك الشباب، كتكتب على شكل اكس ناقص واحد الكل اس 2. مفهوم؟ دونك نرجع نعوض اكس بال ان دو اكس ونعوض. دونك هنا غنعوض بال ان دو اكس ناقص واحد الكل اس 2. مفهوم؟ دونك ومنه فان اف دو اكس ناقص اكس كتساوي هذا العجب هذا. مفهوم الشباب؟ وقال لك اسيدي انطلاقا من هذا العجب هذا استنتج الوضع النسبي لمنحنى السي والمستقيم دلتا. مفهوم؟ دونك الوضع النسبي، دونك ديجا حنا حسبنا ان اف دو اكس موا اكس لقينا ليميت ديالها في بلس لانفيني عطاتني بلس لانفيني، يعني واحد المقارب او فرع شلجامي اتجاهه داك بجوار داك المستقيم ديال المعادلة اي كيساوي اكس اللي هو هذا بجوار زائد ما نهائية كالشباب. دونك خصنا نعرفو حنا الوضع النسبي كيفاش داير. والوضع النسبي هو كنمشي نحسب اف دو اكس موا اكس كنشوف الاشارة ديالها ياك، وحنا عندنا اف دو اكس ناقص اكس كتساوي هاد العجب كتساوي ان دومي فوا ln دي اكس ناقص واحد الكل اس 2. واضح؟ دونك في ln ديال اكس ناقص واحد الكل اس 2 راه ديما موجب قطعا. مفهوم؟ يعني اصلا ان هاد اف دو اكس ناقص اكس راه موجب قطعا، يعني ان اف دو اكس فوق المستقيم دو المعادله اي يساوي اكس. مفهوم؟ دونك لدينا ln دو اكس واحد المربع كامل اس 2 اكبر قطعا من الزيرو ياك، اذا اف دو اكس ناقص اكس اكبر قطعة من الزيرو، وبالتالي فان سي اف فوق دلتا. مفهوم؟ مفهوم الشباب؟ ممكن الا بغينا نعرفو حنا النقطة ديال التقاطع ديال اف ديال سي اف او دلتا كنمشي كنحسب اف دو اكس ناقص اكس كتساوي زيرو، يعني كنعوض ان هذه كتساوي زيرو. اجي نمشيو نحسبوها ونلقاو النقطة ديال التقاطع نمشيو نقلبو عليها. دونك اف دو اكس ناقص اكس كيساوي زيرو يكفي ان الالين ديال اكس ناقص واحد كيساوي زيرو. مفهوم؟ حيتاش اف دو اكس ناقص اكس كتساوي اللي هي ان دومي الين اوكار، يعني كتساوي زيرو، يعني يكفي ان هذا كيساوي زيرو. مفهوم؟
نحاول نجاوب على هذا، نحلوا هذه المعادله، نلقاو القيم ديال اكس. دونك يكفي ان ال عنده اكس كيساوي واحد، مفهوم؟ يعني يكفي ان اكس شحال غيساوي؟ او. بون ندخل ليكسبونسييل، ليكسبونسييل خرج ليا اكس هنا، وهنا دخلت ليكسبونسييل تولي ليكسبونسييل ديال واحد، دونك اللي هي او، مفهوم؟ دونك في النقطه اكس اللي كتساوي او، ومش نحسب إيكغيك اف دو او شحال كتساوي، نعوضها في الدالة اللي هي غتساوي كما كنعرفو ان كتساوي. دونك نجيو نحسبوها، اف دو اكس اش كتساوي؟ هي اكس زائد ان دومي موان الين دو اكس زائد ان دومي الين ديال اكس وسي اتنان. اف دو او اش كيساوي؟ هي او زائد واحد على اتنان ناقص الين ديال او اللي هي واحد، الالين ديال او كيساوي واحد، واحد وسي اتنان اللي هي واحد، دونك زائد ان دومي، مفهوم؟ ان دومي زائد ان دومي اللي هي واحد، واحد ناقص واحد اللي هي زيرو، مفهوم؟ دونك كتساوي او، دونك اف دو او كيساوي او. دونك في النقطة، دونك في النقطة او او اف دو او اللي كتساوي او، نقطة تقاطع سي و دلتا، مفهوم الشباب؟ غير النقطة ديال التقاطع يعني غير كيقطعوا، ولكن اف، ولكن سي راه ديما فوق دلتا، مفهوم الشباب؟ دونك كيف ما لقينا بان اف توجور اكبر من اكبر من توجور داك سي سي اف اللي هو المنحنى ديال الدالة اف ديما فوق فوق المستقيم ديال المعادلة اي يساوي دلتا، يعني فوق منه، غير غادي يقطعوا في واحد النقطة اللي هي اللي هي او او، مفهوم الشباب؟ دونك نشوفوا قال لك اسيدي سنتج وضع نسبي، دونك نرسمو في السؤال اللي من بعد هو انشاء دلتا وانشاء سي، دونك في نفس المعلم، دونك ما عليناش نجو نرسمو. دونك خدينا هذا المعلم هذا، دونك كيف ما كنعرفوا اننا خدامين حنا غير في زيرو بلس لانفيني، يعني ارتأيت انني نرسم غير في لابارتي بوزيتيف، يعني زيرو زائد مانيه، مفهوم الشباب؟ حيتاش اصلا الداله غتكون كترسم لي غير في هذا فهاد لابارتي هادي، مفهوم الشباب؟ أول حاجة كنمشي نرسم إيكغيك يساوي إكس، يعني المستقيم ديال المعادلة إيكغيك يساوي إكس. المستقيم ديال المعادلة إيكغيك يساوي إكس هو واحد المستقيم، أو هادي دالة خطية يعني تمر من أصل المعلم، مفهوم؟ يعني إف دو واحد كيساوي واحد، إف دو دو كيساوي دو، وهكا غادا. دونك كنمشي نحسبها بالكوس، دونك ندير لا بروجيكسيون أورتوغونال، دونك تقريبا غتكون هادي هي البوان، دو مع دو صافي إيسي، 3 مع 3 دونك ici او كغادا. دونك هذه هي نقطة ديال او مستقيم دلتا، مفهوم الشباب؟ دونك نمدو شويه، دونك هذا واحد الرسم تقريبي، مفهوم؟ دونك هذا هو دلتا. دونك سيد اف، سيد اف اول حاجه كنرسم سيد اف هما الملامح، الملامح ديال الداله كيفاش دايره. اول حاجه في السؤال الاول لقينا ان الليميت، ها هي الليميت في الزيرو بيس عطاتنا زائد ما لا نهايه، مفهوم؟ دونك كما قلنا انها تقبل محور الاراتيب كمقارب باتجاه زائد ما لا نهايه، كيف ما رسمنا هنا انها على هذا الشكل هذا، مفهوم؟ دونك هذا هو كيتسمى كنرسمو الملامح ديال السي ديال لاكوغ، يعني غيكون على هذا الشكل هذا، مفهوم؟ يعني باتجاه محور الاراتيب اللي هو هذا، الليميت في الزيرو بلس كتعطيني زائد مية، دونك هكا غيكون هاد الشكل، مفهوم؟ وكاين من بعد الليميت كاين واحد المقارب، دونك وكاين واحد الفرع الشلجمي باتجاه هاد المستقيم للمعادلة ديالو إكغيك كيساوي إكس، دونك كاين واحد الفرع الشلجمي، يعني كاين واحد الفرع على هاد الشكل هذا، ماشي مقارب، كل مقارب على هاد الشكل ولكن فرع شلجمي، مفهوم؟ وواحد النقطة أخرى يعني كنمشي لجدول التغيرات، كنمشي نحسب اف بريم، كنمشي نحسب اف، كنمشي نشوف اف بريم امتى كتساوي زيرو، يعني في النقطة اللي كتساوي زيرو كاين واحد المماس أفقي، مفهوم؟ يعني في النقطة واحد اف دو واحد، واف دو واحد شحال كتساوي؟ تلاتة على جوج، يعني في النقطة واحد تلاتة على جوج مماس أفقي، مفهوم؟ ديما اف بريم كتساوي زيرو راه كاين واحد المماس افقي، يعني في النقطة ذات الإحداثيات واحد تلاتة على جوج كاين واحد المماس افقي، دونك رسمو هاد المماس هذا. دونك النقطة واحدة هي تلاتة على جوج اللي هي بريسك ان دومي،
لي بريسك 1.5 تقريبا اللي هي ايسي. دونك كنمشي ندير لا بروجيكسيون ديال 1 مع دونك فهاد البوان دي بالضبط. دونك هاد النقطة كاين واحد اللمس أفقي مفهوم، وكيفاش كنرسموه يعني كنحاول على هاد الشكل هذا دونك أفقي مفهوم، يعني غيكون على هاد الشكل هذا، يعني الدالة غتكون نازلة وغتقيس هاد البوان وغادي غادي تطلع مفهوم ياك الشباب. وكاين شفنا واحد النقطة ديال الانعطاف اللي هي اللي شفناها في الدالة اللي هي نقطة انعطاف سميناها أداة الإحداثيات أو كاري مفهوم، أو كاري أو كاري بلس أن دومي مفهوم. وكاين واحد النقطة ديال التقاطع ديال المستقيم مع سيد دونك اللي هي أو أو مفهوم. دونك هاد أو أو غادي نمشي نحسبوها كتساوي تقريبا 2.7، المهم دونك سميو هاد أو هادي كتساوي هي جوج كتقريبيا يعني 1.71، 2.71 يعني الأفصول كيساوي 2.71 والأرتوب 2.71 تقريبا مفهوم الشباب. وكما قلنا أن هاد النقطة ديال الانعطاف اللي كتساوي كما قلنا أو دو، أو دو بليس أن دومي، هاد أو كاغي راه كتعطينا واحد العدد كبير يعني 7 أو 8 شي حاجة، يعني غيكون يعني غادي تكون في هاد تقريبا في هاد لابارتي هادي، يعني غتكون في هاد لابارتي مفهوم الشباب، يعني ما غاديش تجي واضحة. دونك شنو نرسمو هاديك ديك النقطة فاش غيقطع لنا سي لا كوب او دلتا اللي هي كيما قلنا 2.71. دونك 2.71 هي بريسك سي، و 2.71 هنا هي بريسك تقريبا هنا مفهوم. دونك غادي ندير بروجيكسيون هي تقريبا هاد البوان. دونك هاد البوان كاين النقطة ديال اللي كتقطع لنا لا كوب كيقطع المستقيم ديال المعادلة إكغيك كتساوي إكس مفهوم الشباب. دونك كيف ما كنشوفو دابا راه باينة لا كوب كيفاش غيجي بحال هكا، غيقيس هاد البوان غير غيقيسها غيتوشيها وغادي يكمل. دونك هنا كاين نقطة لمس مفهوم، وهنا كاين لا كوب غنجمع ما بينها هنا غيتوشيها وغيطلع. يقدر يكون يدوز من هنا ولا غيدوز من هنا حيت فرع الشجرة جاي من فوق، هذا غير مثال يقدر يكون طالع بحال هكا. دابا حنا راه كنرسمو غير بيدينا ياك الشباب، يعني ما غاديش يكون داكشي يعني غير بريسك مفهوم. ممكن هذا ما يقدرش يكون هنا ماشي مشكل، يعني بحال هكا ولا بحال هكا المهم عندك شي تحس فرع الشجامي انا غنكون طالع مفهوم. ما عندناش دابا هذا هو لا كورب سي دي اف سي مفهوم، هذا هو دلتا هادي سي، هادو هما لي بوان هادي النقطة اللي سميناها المهم ما سميناها والو ماشي مشكل، هادي نقطة ديال اللي كاين فيها مماس أفقي، المهم هذا هو لا كورب مفهوم الشباب. دونك ندوزو دابا السؤال اللي من بعد اللي هو قال لك أسيدي بين أن الدالة إكس إل إن دو إي إكس إل إن دو إكس موا إكس هي دالة أصلية للدالة. المهم دونك نرجعو نكملو داك العجب ديالنا. دونك السؤال السادس لنبين أن الدالة h دو x اللي كتساوي x ln دو x ناقص x هي دالة أصلية للدالة ln دو x، أنها دالة أصلية ل h دو x اللي كتساوي ln دو x مفهوم. دونك كيف ما شفنا في الدرس أو الدروس أو الدرس السابق أو الدرس ديال الاشتقاق أو ديال الدوال الأصلية، باش نقول بأن غروند h اش كبيرة انها دالة اصلية لاش صغيرة، يعني الا مشيت حسبت اش بريم كونت اش درت ليها المشتقة ديالها لقيتها كتساوي ديريكتومون بتيت اش مفهوم. دونك لدينا كونت اش قابل للاشتقاق، مشي كنمشي نحسب الاشتقاق ديال الدالة في المجال 0 بلس انفيني بطبيعة الحال، يعني لدينا في
لدينا غروند اش قابلة للاشتقاق في المجال 0 بلس لانفيني، ياك؟ علاش؟ حيتاش جداء ومرك جداء ومجموع دوال قابل للاشتقاق، يعني جداء ومجموع دوال قابلة للاشتقاق، مفهوم؟ بطبيعة الحال في 0 زائد ما لا نهاية، مهما يكن اكس ينتمي الى 0 زائد ما لا نهاية. دونك غروند اش المشتقة ديالها اش كتساوي؟ هي اكس ال دو اكس ناقص اكس الكل، كندير هنا الاشتقاق، مفهوم؟ دونك يكافي ان غروند اش المشتقة ديالها اش غتساوي؟ المشتقة ديال الاولى هي مجموع دوك، عندي مجموع ديال دوال، مجموع ديال دوال ياك، الاشتقاق ديالهم هو الاشتقاق ديال المجموع، يعني الاشتقاق ديال هاد الاولى ناقص الاشتقاق ديال الثانية. الاشتقاق ديال هادي جدا، يعني كيف ما كنديرو بان كندير المشتقة ديال الاولى اللي هي واحد مضروبة في الدالة الثانية اللي هي ال ان دو اكس، مفهوم؟ زائد كنحط اكس وكندير المشتقة ديال الثانية، المشتقة ديال الثانية هي ان سوغ اكس، دونك مضروبة في ان سوغ اكس، اللي كندير ناقص المشتقة ديال اكس اللي هي واحد، مفهوم؟ اش غتساوي؟ ال ان دو اكس زائد اكس على اكس اللي هي واحد ناقص واحد، دونك واحد ناقص واحد كتساوي زيرو، دونك كتساوي ال ان دو اكس، و ال ان دو اكس اللي هي كتساوي ديريكتومون بتيت اش دو اكس، مفهوم الشباب؟ دونك اش صغيرة، مفهوم؟ دونك ما عليناش، احنا بينا ان اش غونت اش دو اكس كتساوي هاد الاعشاب هادو، دونك يكافي ان غونت اش المشتقة ديالها كتساوي هاد الاعشاب، وبالتالي فإن اش كبيرة هي دالة أصلية لي بتيت اش، مفهوم؟ في المجال طبيعة الحال زيرو بلس لانفيني. ندوز السؤال اللي من بعد اللي هو قال لك سيدي باستعمال المكاملة بأجزاء بين أن الانتيغرال ديال هاد الإعجاب هذا كيساوي ماي الانتيغرال ديال ال. السؤال ب نحسب الانتيغرال من واحد حتى ال او ديال ال ان دو اكس الكل استثنان دي اكس، مفهوم؟ دونك باستعمال المكاملة بأجزاء شنو غنديرو الشباب؟ دونك خصني نخرج واحد المجموع، دونك خصني نخرج واحد الجداء ديال دالتين، المشتقة ديال الدالة مضروبة فواحد الدالة، مفهوم؟ على شكل اف مضروبة في جي بريم، مفهوم؟ على هاد الشكل هذا. دونك عندي أن هاد لانتيغراج كيساوي، نفرقو، دونك ال ان كاري كتساوي هي ال ان دو اكس مضروبة في ال ان دو اكس دي اكس، ياك الشباب؟ دونك الالين عندي كنعرف الداله الاصليه ديالو، يعني بحال درتها هادي على شكل المشتقه، وهاد الالين مازال ما خصني نمشي كنمشي نحسب ليه الاشتقاق ديالو، مفهوم؟ دونك نضع او كتساوي ال ان دو اكس وكنمشي نحسب المشتقه ديالها، او بريم اش كتساوي؟ هي ان سور اكس، مفهوم؟ وكندير في بريم كتساوي ال ان دو اكس، والداله الاصليه ديالها اللي هي في اش كتساوي؟ ديجا عرفناها بانها كتساوي اكس، السؤال السابق اكس ال ان دو اكس ناقص اكس، واضح؟ دونك ما عليناش، دونك الا سميت هادي اي هاد لانتيغرال، دونك اي اش غتساوي؟ كندير اي فوا في، فهم؟ اي فوا في، دونك كندير ال ان ديال اكس وهذا مضروبة في في اللي هي مضروبة في اكس ال ان دو اكس، ضربت في اكس ال ان دو اكس تعطيني ال ان او كاري اكس، ياك؟ و ال ان دو اكس مضروبة في اكس يعني ناقص اكس ال ان دو اكس، مفهوم؟ يعني غير نشرت، ياك؟ ما بين زيرو، ما بين واحد و او، مفهوم؟ ناقص لانتيغرال ديال هاد الاعشاب هذا، لانتيغرال ديال في او بريم ناقص لانتيغرال ما بين واحد و او ديال واحد على اكس مضروبة في هاد الاعشاب هذا، و درت واحد على اكس درتها في هادي تعطيني تختزل ال ان ديال اكس ناقص تختزل اكس مع اكس تبقى لنا ناقص واحد دي اكس، مفهوم؟ دونك نجي نحسب هاد الاعشاب هذا، دونك يكفي انني نعوض اكس هي او ال ان ديال او اللي هي واحد، واحد او كاري اللي هي او، عطينا او ناقص او ال ان ديال او اللي هي واحد، دونك اللي هي او ناقص او اللي هي زيرو ناقص او، مفهوم؟ هادي هي لابارتي الاولى، ناقص كنعوض بالبورن الثاني
الين ديال واحد ديما تعطينا زيرو زيرو، دونك هادي كاملة غتمشينا زيرو، مفهوم؟ دونك الين ديال واحد هي زيرو، الين ديال واحد هي زيرو، دونك واحد، دونك فوالا. ما عليناش، ندوزو دابا لانتيغرال لي من بعد، هي موان الين. لانتيغرال ديال لا صوم هو لا صوم ديال لي زانتيغرال، مفهوم؟ دونك هي موان لانتيغرال من واحد حتى ل او ديال الين ديال اكس دي اكس، ناقص مع ناقص تولي زائد لانتيغرال من واحد حتى ل او ديال واحد دي اكس، مفهوم؟ دونك او ناقص او كيساوي زيرو، ناقص زيرو، دونك هاد لا بارتي كاملة كتمشي لزيرو. دونك و لانتيغرال ديال الالين راه عرفنا الدالة الأصلية ديال الالين، ياك الشباب؟ الالين الدالة الأصلية ديالو دابا خي السؤال السابق اللي هي اكس الين دو اكس ناقص اكس، مفهوم؟ دونك نجي نعوضها ديريكتومون اللي هي اكس الين دو اكس ناقص اكس، مفهوم؟ ما هاد الناقص اللي على برا غنديرها على برا، او كنقلب لي بورن، مفهوم؟ نقلب هاد لي بورن، نحيد هاد الناقص ونقلب لي بورن. دونك هنا ندير او وهنا ندير واحد، مفهوم؟ زائد واحد الدالة الأصلية ديالو اللي هو اكس، دونك اكس ما بين واحد و او، مفهوم؟ دونك جي نعوض، دونك جي نكملو هنا. دونك اي اش غتساوي اللي هي كيما قلنا نعاود نكتبوها اللي هي اكس الين دو اكس ناقص اكس اونتر او واحد ناقص او زائد اكس اونتر واحد. دونك جو نعوضو مجرد تعويض، ياك؟ دونك هي واحد، دونك ملي غادي نعوض بواحد عطينا زيرو، دونك هاد لابارت غتمشي لزيرو ناقص واحد، مفهوم؟ عطينا دابا هي ناقص واحد هنا اللي ندير ناقص او الى عوضت انا، دونك او تعطينا واحد فوا او ناقص او، او ناقص او سي زيرو، دونك زيرو، مفهوم؟ دونك كتبقى لي غير ناقص واحد زائد او ناقص واحد، مفهوم؟ ناقص واحد ناقص واحد يعني ناقص جوج، يعني هي او ناقص اثنان. دونك ومنه فإن اي كتساوي، او بالتالي فإن لانتيغرال ما بين واحد او ديال اش ديال الين ديال اكس اس اثنان دي اكس كيساوي او ناقص اثنان، مفهوم؟ وهو اكزاكتومون داكشي طلبو منا، مفهوم؟ ما عليناش، قال لك اسيدي احسب بالسنتيمتر مربع مساحة الحيز المحصور ما بين سي و دلتا والمستقيمان اللذان معادلتهما اكس كيساوي واحد و اكس يساوي او. دونك باش كنحسب لنا هذه المساحة، دونك شنو هي؟ هي المساحة ما بين دلتا و سي و اكس كيساوي واحد، ها هو اكس يساوي واحد، دونك في البوان كيساوي واحد، دونك هنا كاين واحد المس افقي يعني في هاد لابارتي هادي، و اكس شحال كيساوي او، دونك اكس او اللي هي هاد البوان هادي، البوان ديال النقطة ديال اللي كيمس لا كورب مع دلتا، دونك هاد المساحة هادي بالضبط. دونك قال لك اسيدي احسب هاد المساحة، باش نحسبو هاد المساحة هادي، باش نحسب هاد المساحة هادي كنحسبها بالانتيغرال، يعني كندير لانتيغرال ديال سي ديال هاد لا فونكسيون اف ناقص هاد هاد المستقيم دلتا اللي كيساوي ايكغيك كيساوي اكس، و لي بورن يعني ما بين اكس واحد و او ما بين اكس كيساوي واحد و اكس كيساوي او، يعني هاد لي زيكس كنديرهم في لي بورن ديال لي زانتيغرال، يعني في الحدود ديال لي زانتيغرال. دونك جيم، دونك لانتيغرال مساحة الحيز اللي غتساوي لانتيغرال ما بين اكس يساوي واحد و اكس يساوي او، ديال اش؟ ديال لا فونكسيون اف، يعني كندير اف دو اكس ناقص المعادلة ديال المستقيم اللي هي ايكغي كيساوي اكس، دونك ندير ناقص اكس، مفهوم؟ دي اكس، هاد اف دو اكس ناقص اكس ديجا عرفناها في السؤال اللي نقل بينا بان اف دو اكس ناقص اكس اش كيساوي؟ كيساوي ان دومي الين دو اكس ناقص واحد الكل اس اثنان دي اكس ما بين واحد و او، مفهوم الشباب؟ ياك الشباب؟ باش نسهل عليا الحساب نحاول نشرها او نلقاها، مهم بلا ما نستعمل هاد الفاكتوريزاسيون، نستعمل ديك لا بارتي اخرى، يعني اف دو اكس ناقص اكس اللي كتساوي هي ان دومي ناقص الين دو اكس زائد ان دومي الين دو اكس مربع دي اكس، مفهوم؟
سيساوي دابا هاد الانتيغرال. دونك الانتيغرال ديال المجموع اللي هو المجموع ديال لي زانتيغرال يعني من واحد حتى لو ديال ان دومي دي اكس ناقص هادي لا لينياريتي او الخطانية ديال الدول ديال الانتيغرال ديال التكامل ناقص الانتيغرال من واحد حتى لو ديال ال ان دو اكس دي اكس زائد واحد على جوج الانتيغرال من واحد حتى لو ال ان ديال اكس او كاري دي اكس. دونك كيف ما كنعرفوا الانتيغرال ديال ان دومي هو عبارة عن سكالير يعني باين الانتيغرال ديالو ال ان عرفنا الانتيغرال ديالو ال ان كاري تا هي حسبناها في السؤال اللي قبل دونك ساهل. دونك ان دومي الدالة الأصلية ديال ان دومي اللي هي ان دومي اكس اونتر واحد اي او ناقص ال ان الدالة الأصلية ديالو اللي هي اكس ال ان دو اكس ناقص اكس اونتر واحد اي او مفهوم. و هاد ال ان كاري اللي هي دونك الانتيغرال ديال هاد العجب هذا راه ديجا عرفناه يعني كيساوي او ناقص جوج نحسبها ديريكت. دونك نعوض نعمل بان دومي فاكتور او ناقص اتنين واضحة الشباب. دونك غادي نحسب هاد العجب هذا دونك ان دومي فاكتور او ناقص واحد مفهوم. دونك نعمل بان دومي دونك او ناقص واحد ناقص هادي لا عوضت ب او كيف ما قلنا او ناقص او سي زيرو دونك الا عملت بواحد دونك ناقص مع ناقص سي زائد يعني واحد واحد مع ناقص دونك اللي هي ناقص واحد مفهوم الشباب زائد ان دومي عامل لي او ناقص اتنين مفهوم الشباب. دونك نعمل نشر هاد العجب هذا باش نحاول نبسط الامور دونك ان دومي زائد ان دومي او اللي هي او المجموع ديالهم عطينا او ناقص ان دومي زائد واحد دونك ناقص ان دومي ناقص واحد ناقص اثنان يعني ناقص ثلاثة مفهوم الشباب. دونك تعطيني ثلاثة في جوج هي ستة ستة ناقص واحد يعني ناقص سبعة على جوج دونك هي او ناقص سبعة على جوج دونك هذا هو الانتيغرال مفهوم. او بالاحرى هنا راه كاين واحد الغلط يعني ان دومي مي غادي نشرها يعطينا دو على دو صافي ان مع هاد موان صافي موان زا ناقص واحد ناقص واحد هي ناقص جوج ماشي ناقص ثلاثة واضح. دونك ناقص جوج 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 هي ربعة ناقص ربعة ناقص واحد هي ناقص خمسة دونك ناقص خمسة على اثنان مفهوم. دونك ومنه فإن المساحة هادي دابا كتسمى سنتيمتر مربع مفهوم. دونك او ناقص خمسة على اثنان سنتيمتر مربع هي مساحة الحيز وبالتالي كتبوها على نيت وبالتالي فإن مساحة الحيز المحصور بين المهم هادشي اكتب الشباب ياك محصور بين سي و دلتا و مستقيمين والمستقيمين ذو المعادلة اكس كيساوي واحد و اكس يساوي او هي او ناقص خمسة على جوج سنتيمتر مربع مفهوم الشباب. دونك حنا وصلنا للنهايه ديال ليكزرسيس ديالنا دونك هادشي اللي كاين الشباب نتمنى ان هادشي يكون واضح وخا الامتحان راه المهم تصحيح راه طويل شويه خدا شويه ديال الوقت. المهم غادي نديرو لابارتي الثانيه اللي فيها لي سويت نيميريك او المتتاليات الاعداديه غنديروهم في فيديو اخر. وهادشي اللي كاين الشباب وخليت لكم الراحه والسلام عليكم.